ماذا ستكتب غدا؟ هو عنوان محطتنا التالية، وبيير أبو سعب هو ضيفة. وبيير كثير جا عبالي أعرف شو صرت كاتب على هالورقة، وماذا كنت تكتب غدا لو كنت تعلق على الحلقة؟ على الدفتر. بالحقيقة ريما يعني كتبت لدرجة أنه ممكن يطلع كتاب عن حلقتكم الليلة، وهذا بفضلك وبفضل طريقتك بإدارة النقاش كمان، وبفضل ضيوفك طبعا. هيدا عيدة ما سمعتها. أنا اللي عملته هو أنه ملاحظات ستتحول إلى مقال، فبكون طولوا بالكم لأن الملاحظات شوي أخذ تذهب في كل الاتجاهات. حطيت عندي أولا شيء كتير إيجابي ومهم، انه هودي الفنانين هودي الممثلين والممثلات اللي عندك الليله واللي كثير من اللبنانيين والعرب بيحبون وبيتابعون، مهم انه يكون عندهم هيدي الاراء اللي عندهم اياها. يعني مثلا كارمن لبس بموقفها انه ممنوع الاعدام، كارمن لبس ضد الاعدام. ورد بلحظه من اللحظات على هامش النقاش قالت ما تقولوا شذوذ جنسي، قولوا مثليه. هلا كارلوس مثلا اخذ موقف كثير واضح من دوله القانون، رفض انه يكون في شريعة الغاب، انه كل واحد ياخذ حقه بايده، انه في دولة قانون، دافع عن القانون. توني قال اشياء كثير حلوة وطريفة، بس انا سجلت شغلة مهمة، انه العدو الاوحد والاساسي لنا كلبنانيين وكعرب هو اسرائيل. هلا الشغلة اللي مثلا عند توني بلحظة من اللحظات كان عم بيقول نحن وهن، نحن وهن، بس عم يحكي عن المقاومين. هون انا ما عاد فهمت عليه، لانه بالاخر نحن هن وهن نحن. كارمن اخترعت طريقة مهمة لازم نحكي عنها للحقوقيين الكبار، علماء القانون والقانون الجزائي تحديدا، اخترعت أساس انه هي تعتقل تاجر المخدرات وبتحبسه وبتصير تعطيه مخدرات، بالوقت اللي اخترع كارلوس مثلا او اعاد الاعتبار الى رياضة هي تجليس الكاجو واللي بيمشوا وفي مسافة بينهم وبين اجريهم وبين الارض او شيء من النوع. هي شغلات، هي الطرائف كثير مهمة انه تتسجل. كارمن ما قالت ليش عقصت حالها، ولا قالت لنا ما قبلت تقول مين بتحب تعقص، ما قالت لنا، ما قبلت تقول. وكمان بعرف، وكمان الشيء الاهم من هيك انه اعادت الاعتبار لهيك لكليشيه ذكوري كثير كثير، انا رايي لازم نحط علامات استفهام عليه، هي انه المراه هي اللي بتعقص، انك هيدا هن العظيم، انه دائما المراه هي اللي بتعقص. انا بعتبر الرجال هو اللي بيعقص اكثر واحد. هلا كارلوس الكوميديا عند كارلوس هيك ببين كثير جدي كل الوقت، بيقول شو بو هذا الزلمه ليه ما هو. فكتير بحيي هالنوع من الكوميديا، وبحب اساله انه هو حيوان شو بالاخر يعني. فسالته ما كمان. لا ما هو هيدي الصفه عاده تطلق من الاخرين على الواحد، يعني انا ما فيني اقول لك انا حيوان شو مع انه انا بعرف. لا حشاك توني، حشاك توني. لا هو فهمان المعنى اللي مقصوده فيه، وسالته انت حيوان شو بالمعنى اللي هو قاله اصلا يعني. طبعا حشاك توني، بس انت حيوان تمثيل بدون شك يعني بالمعنى الايجابي للكلمه. كارلوس كارلوس عفوا، ايه كنت بدي اقول على توني وقول انه توني مبين هيك من اول حلقه مجروح، مجروح من مجتمعه ومجروح من شعبه، من الاعوجاج تبع مجتمعه، بس مجروح كثير من الحب، طالع من قصه حب يعني، كان لازم يقلنا عنها اكثر. هلا بوقت من الاوقات فكرناه انه هو مثلا بطل يعني كيف بدي اقول لك، انه بطل سارتري، انه الاخرون هم الجحيم، طلع اخر شيء اكثر شكسبيري يعني، مثل هاملت. هاملت ولا مره اخذ راي يعني، لما انتقم ما حدا، بالصدفه القدر انتقم له، فهو اللي بده يتخلص منهم هن راحوا، حتى مش هو اللي زعبهم. فبهالمحل هو كثير بطل. ورد، بعد ما حكينا عن ورد، ورد ملكه الاس ام اس طبعا وملكه الديليت، بس كمان ورد حطت الحق على التكنولوجيا ببدايه الحلقه، علما انه الحق مش على التكنولوجيا، انا برايي الحق على الانسان اللي ما عم يعرف يروضها للتكنولوجيا. تليفون بينطفى وبينزت بالزباله، بينحط بالدرج اذا بدنا. بعدين قالت بلحظه من اللحظات بنط قلبي، كانها قالت انا فايت نام، يعني دائما بتحسي عند ورد هالاحساس انها هي من كوكب ثاني من المريخ، بس جايه هيك عياري لعندنا، جايه زياره ورجع بعدين على المريخ. كوكب اخر يعني، كوكب اخر. هلا في كارمن بالحب بتمثل المدرسة القديمة، يعني كارمن انه مش لازم اذا اثنين حبوا بعضهم واحد يتطلع لبرا، يعني بنخاف نقولها لكارمن انه في نظريات ثانية بتقول انه المرأة فيها تحب رجالين، فيلم تريفو جيل ايجيم بتحب رجالين مع بعضهم. هي صعبة كثير عليها. قال كارمن، قال ورد هي صعبة كثير على كارمن. ورد فيك عليها؟ هلا بترجع كارمن هي يعني، إذا بدنا ناخذ انه ورد هي أكثر مدام بوفاري، اللي قالت جملة كثير حلوة، قالت وكانت عم تحكي عن ملك معروف بريطانيا، في ملك ترك عرشه كرمال مرة بيحبها، كثير حلو هلا هالحكي وفعلا بيبقى، وإنه بتحسي هون إنه مدام بوفاري
بس كمان في نسوان تركوا كثير اشياء كرمال الرجال بحبونا، لازم دائما نفكر بالنسوان. انا تركت شيء بطريقه لا هي عم تحكي ايه، انا كمان كلنا بنترك من الميلتين. طيب تشارعوا شوي لنلاقي ملاحظات. اذا تركت عرس ما حد يترك شخص اخر، نحن لا، بس عم شوف الملاحظات انه كرمال انه هلا بده يردوا عليك كمان. بيقدر يترك شيء يعني. انا مره تركت المطبخ كرمال حبيبتي، عاد كنت عم بطبخ ودقت لي ظهرت لعندها. لانه كنا عم نحكي يلا خصصنا الاجابه والسلبي باللي قلته بالحلقه. ما في كله ايجابي وكله سلبي، كله فات ببعضه، لا كله ايجابي طبعا. انا عم بعمل جهد كبير للاقي سلبيات، بس انه الخبيثه وصلت لما بلش الحكي عن الحريه. يعني صرنا ما عارفين انه محظورات حرية فلتين فلتت القصة تمام عندك على البلاتو ريما، وانه حسيت انا انه بوقت من الاوقات لحظة مين اخترع هالفقرة؟ ما عاد بدي اياها والله ما بعرف على الارجح انت حرية على الارجح. لا نحن نفسر لك كيف فلتت. نعم. انه فلتناها. نعم كيف؟ تحرر. نعم وفلتين. نعم بدنا نفسر لك الفلتين فلتناها. طيب ليه ما تحررت بدل ما تفلت مثلا؟ اكيد حرة هي اصلا خلقانة. طيب. حرة. هلا الحلو كمان لنرجع للايجابيات، لنرجع للشيء المهم والجدي. لما نحكى عن تحرر عن الطائفيه، نحكى انت روستي الخيط ما حدا اخذه منك، بس المشاهدين سمعوا اكيد تحرر من السلطه والتقاليد، في التحرر من المظاهر، وفي كارمن بلحظه من اللحظات قالت نحن مش حرين لانه ما عم نتحرر من المظاهر. مزبوط انه نحن شعب كثير شعب مظاهر، وقالت انه ما بنقدر نكون حرين طالما ما بنقبل الاخر مثل ما هو. انا اعتبرت هاي شغله كثير حلوه، هيدي دعوه للوعي. نحن اسرى جهلنا بحالات كثير، واسرى افكارنا المسبقه عن الاخرين يعني. مزبوط. انا بدي ادعيك، بعد في شيء بدك تقوله؟ لا لا بكفوا في شيء بدي اقول لك، بس انه حضلك معنا. نعم رح يردوا عليك كل شخص باختصار، ورح نرجع كمان ناخذ رايك بالاخير بخصوص برايك الشخص المنتخب على الطاوله انت حابه انه يسال او يسال، انت حتحدد هالشيء. نحن إلها. اوكي كارمن تفضلي. لا باختصار شديد. باختصار فظيع بيير، يعني مش لانه هو بس انه شخص هالقد عنده قوه ملاحظه وهالقد شخص مثقف يعني، وهذا اللي بنفتقده نحن بلبنان. بس في شغله بدي اعلق عليها، انه معه حق كيف انفهمت قصه انه المراه اللي بتعقص اكثر من الرجال. انا ما عم بحكي عن مجتمع ذكوري، وعم بحكي وجع المراه اذا بدها، يعني اذا بدنا نحكي جريمه قتل، اذا المراه بدها تقتل بتوجع اكثر من زلمه، لانه هالقد هي انسانه مسالمه، بس باللحظه اللي رح تطلع من ثيابها رح تكون عقصتها كثير بتوجع. انا صادقه بكل شيء حتى بالعقصه. تفضل. انا ماشي بحب بس كثير الشخص يلي بيشوف التفاصيل. مثل استاذ بيير. توني. لا انا بقول له ميرسي استاذ بيير كمان، لانه بكل صراحه حكي، ونحن طبعا بهالبرنامج بدون زعل بنزع من شيء. ما هو حق موضوع المقاومه، انا وطني كثير الى اقصى الحدود. بدي بس ما تقوله اذا بيسمح لي بيير انه ما نقول استاذ، لانه نحن برنامجنا ما في استاذ. تسمح لي بيير؟ بسحب كلمه استاذ. تفضلي. ما بنقول نحن استاذ ومعالي الوزير، وبنقول الاسم دغري. هلا فيكي تقولي معالي بيير، ما بزعل. اوكي. يا ريت يا بيير يطلع لنا مثلك معالي بيير، شو بنزعل؟ وزارة الثقافة. ورد تفضلي. أنا حبيت آخر شيء إنه كيف ماشي اختصرني بكلمة إنه أنا كأني جاية من المريخ، إنه عايشة بالأودولا، بس نفس الوقت أنا يعني متطرفة، يعني يا بكون كثير رومانسية ومدري شو، ويا بكون كثير عملية، عندي اثنين يعني، أنا ماني بس رومانسية. فظيع تحليله. أنا كثير عملية على الأرض. بفتكر خلال حديث كل الحلقة تبين قديه كنت عملية، يعني ما في شيء بأيدني، كل شيء اللي بدي بقوله عملية على الأرض، يعني ضد العنصرية، مع الحرية، كل الأشياء يعني ما بدي أبينه، بس حبيت باختصار اللي قاله. ما حليت بينه. فينا بس ناخذ هلا تصويتكم، بتختاروا الشخص اللي برأيكم أكثر شيء أثر فيكم بين بعضكم. نعم. أثر فينا. لنشوف إذا بده يسأل أو يسأل مثل ما بيقرر بيير. تفضلوا. انتهى التصويت، خلينا نشوف كل شخص مين اختار. بتعطيني كارد من الكارد تبعيتك. بس لما تلخبطي ضمن الخريطه اللي انا عاملها هون الاسم مكتوب هيك. معقول انت؟ الله. ايضا؟ اوكي. خلينا نشوف اذا مين اختاروا ضيوفنا. بلش من اخر كارد. توني اختار كارمن. وورد اختار توني، وكارلوس اختار كارمن، وكارمن عم تلعبني. طلعت كارلوس. ايه في اجل ونعم. مين اجل ونعم؟ لا لا فوق حتى اكس اجل نعم. وايوه لا حتى اكس فوق. طيب كارمن اختارت كارلوس. عنا صوتين لكارمن، صوت لكارلوس وصوت لتوني.
بيير بتفضل انه كارمن تسال او تنسال؟ اكيد كارمن لازم تقعد محلك وتسال. كارمن ستسال. يا بيي مش محضره. ضيوفنا رجعنا لكم ببرنامج بدون زعل. هلا اسئلتي ما تستغربوا كثير لانه مش انا ريما او انا كارمن، ريما هونيك. هاي شو سئلي طالع. المهم اسئلتي رح بلش مع ورد. ورد، شو اكثر شيء بحياتك هيك صدمك زعجك؟ ما بدي موت يعني، مش موت حدا، بس شيء عملتي رده فعل عليه كثير قويه وغير شيء، يعني غير شيء بتركيبتك او بفكرك. هذا السؤال كارمن يوازي انه قولي لنا شو احلى شيء مرق بحياتك طريف خبرينا اياه. لا زيتا. لا، شيء غير لك حياتك او غير لك بمفاهيمك، انا هيك قصدي، مش شيء ما بدنا نقلب. ممكن بما انه سؤال كثير بيزعجك رح ارجع اسالك اياه لانك ما جاوبتيني على هذا السؤال. صدم يعني سلبي. اخر شيء زعلتني يعني سلبي كان قوي. شو ممكن تحسي يوم من الايام ممكن تتجوزي؟ عندك هذا الاحساس؟ سالتي لي اياها. لا انا ما جاوبتيني على سؤالي، قلت لك هذا السؤال. هذا السؤال اكثر شيء بكرهه انه عن قصه. مشان هيك قلتي لي عم بسال، ما جاوبتيني على السؤال الاول. الارتباط، هي الشيء الاكثر شيء صدمني بالحياه. طيب شو بتحبي بحياتك؟ ليك الصدمه رح ارجع اروح اكثر من هيك، مش شيء شخصي، الصدمه الكبيره هي اللي عم بيصير، اللي صار بالوطن العربي. من سنتين قديه صرنا سنتين صح. بالثورات اذا بدنا نقول سنه سنتين، الصدمه اللي بلشت من تونس. ايجابي او سلبي كان صدمتك؟ كانت ايجابيه او سلبيه يعني مع او ضد؟ ولا سلبيه، لانه وعينا وتخربطت بالدنيا وتخربط تاريخنا كله وانقلبت الطاوله على راسنا، وهي صدمة الشعوب كلها العربية. صدمة العمر. عم بسمع كبير عم يضحك. بس الصدمة الشخصية هو سؤالك كان. توني. نعم. في حزن كثير بعيونك. وفي قلق كثير بعيونك، قديش أنت بتحس في شيء فقدته أو الوضع اللي عشت فيه أو اضطريت تعيش بشيء هيك وصلك لهالحالة من الحزن يعني؟ كثير قوي السؤال. بتدلي أنا. اول شيء حزن بعيوني. هلا انا هي عيوني هيك هي من الاخر، بس انا حزين كثير من جوا على كثير اشياء. اولا هو الدراما بلبنان، وضعك الدراما على وطني اللي بحبه كثير وبرفض اني اعتزل وطني، اعتزله لاي سبب من الاسباب. كثير زعلان على الوضع اللي عم بيصير وكثير عم بتفاجئ باشياء عم تصدمنا. زعلان لانه اهلي بعد عني. اهلي مسافرين بالغربه، مهاجرين، وانا وحدي هون، فلوا لا يامنوا اخرتهم. يعني هذا شيء بيزعلك. ف ما بعتقد في شيء بيبسط يا بيتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا بس دائما بتفائل بالخير وان شاء الله يا رب بنلاقيه دائما. كارلوس. خير. هلا انت هالقد ثقيل بالحياه. شو؟ مع الثقة بس هالقد ثقيل بالحياه. لا انت بالحياه يعني هيدي اللي دائما بس تكون عندك مقابله او بس تحكي او بس تكون انت عم تسال حدا، عندك دائما في بتتغير بتتحول لانسان ثاني. ذئب. عم هي اول مره الشغله حدا بيقول لي يعني. ولا مره بشوفك انت برا كارلوس مثل بس تقعد قدام الكاميرا لتحكي. لا، الشغله الوحيده اللي كان ممكن تتغير انه قوم اقعد على الطاوله. هلا هذه الشغله الوحيده بس بقوت ما تبقى. لا نفس الشيء بس اوقات بيكون ما حسب القعده كمان. بتكون عفوي اكثر برا؟ لا بالعكس تماما. بدون زعل هلا انا. لا بالعكس، انا عفوي دائما، بس فرق انه في مطارح برجع لورا. ما بتحدي من عفويتك، بس بتصيري اذا بدك تختاري البواب اللي بدك تفوتي منها يعني، وتبعدي عن الشبابيك. انتبه، ما بدي وصيك. ريما انت كيف بتقيمي هالحلقه؟ لا هذا السؤال جبت حدا خاص لهذا الموضوع لهي المهمة. لا انا عم بسالك. طيب لا، الحلقه كثير حلوه وهذا انا شرف لإلي انه يكون قاعده بين اربع نجوم. مع التحرر؟ مع التحرش سمعتها. لا بقوم اذا شو. لا بدي اقول انه عن جد اربع نجوم نوروا شاشتنا، وانا حسيت انه لما نقينا الموضوع حسيت انه
برمضان صرت عم شوف شيء لبناني وعم ياخذ حيز وعم ياخذ برايم تايم وقت 8:30 او 10:30 او 9:30 وهذا شيء نفتخر فيه وانا بحيي كل الاشخاص اللي عم يعملوا مجهود وبتامل انه عن جد مثل ما قال طوني ينحط هذا الموضوع براس المنتجين بشكل كثير جدي ويكون في كرم عليه بشكل مش طبيعي. هو محطوط في واحد يقول كلمه اخيره ولا رح تختموا بلا ما واحد يقول كلمه اخيره؟ ما نحن هيدا الكلمه الاخيره قولي شو بدك. لا انا بدي اقول شغله بدي اشكرك اديك لانه اعطيتينا فسحه لنحكي عن الدراما برمضان لانه انا عم تابع كثير المجلات الاونلاين وهيك ما في حدا عم يحكي عن دراما اللبناني بيقولوا شو عم تحضروا برمضان بسموا لك اسامي كانه نحن منا موجودين فانا بشكرك لك شخصيا وبشكر هالمحطه الكريمه لانكم اعطيتونا هالفسحه انه اعطيتوا قيمه للدراما اللبنانيه بس هذا هو لو بليز حطيها مشتت منجيه مش عارفه بس خلصنا على بس بدي اقول انه بدي اعتذر من بقيه الاشخاص اللي عملوا مسلسلات كمان وما قدروا يكونوا معنا وبدي اقول انه بحيي اكيد الكتاب والمخرجين والفريق العمل اللي عم يشتغل معكم صح شكرا نشكرهم كلهم نحن بنشكرهم اخر محطه رح تكون مع بيير ابي صعب بدون زعل بدون زعل استاذ انسي انت شاعر كبير ما بيسوى تبقى تعيط هيك بالمكاتب علينا اللي بدك اياه بنعمل لك اياه بدون زعل يا شباب الفالي باركينج بالجميزه الله يخليكم صفوا عربياتكم بس خلونا شويه محل لسكان البنايه من بعد امركم شكرا